بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة وأن تشتركوا في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو الاشتراك، وأن تشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. وأتمنى أن يعجبكم أيضا هذا الفيديو. يلا نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديرو لابوش ولا الجيب تاع الطبليه اللي درناها المره الفايته. دوك واش نسحقو الجيب؟ لازم انا نعطيك نصيحه، من الافضل نخدموه بالباترون. دونك جبت كيما راكم تشوفوا هنا قطعه قماش، عفوا قطعه ورق، شويتها على 2 الحجم اللي بغيتوه نتوما. واش بغيتو ديروا لابوش تاعكم؟ دونك واش راح ندير؟ راح نرسم لكم ابيبري يعني بوش باش نقدروا نخدموها. من بعد هاني جبت هاد القطعة تاع الورق، راح نرسم ابيبري. انا دوك الا بغيتوها تجيكم هنا من الاعلى مستوية ديرو بالكوس ولا بالمسطرة، ما بغيتوهاش بغيتوها تجي هكا ديكاليه كيما بغيتو زعما. انا نفضل اني راح نستعمل مسطرة، وعندي مسطرة ديالة باش ندور هكا الورق تاعي. راح نرسم خط باي اداة تاع رسم عندي هنا قرمصاص. ندير حسابي بلي مانيش حنديرها طويله ياسر، ندير حساب زعما الطبيعي اللي عندي. مثلا هنا هذا الخط تاعي فيه 14، يعني هذا الطول تاعها كاع راح يكون 28. 28 جاتني بزاف، نقص شويه خاطش ديروا حسابكم دوكا كي نكمل راح نحلها تجيني كبيره بزاف. دونك ندير غير 10 برك، هذا ما كان عند 10 ندير علامه ونبدا نحط هنايا. دونك هنا باش نهبط انا ما بغيتهاش تجي طول يعني كشغل كاريه ولا مستطيله، بغيتها تجي هكا منحنيه على شكل دائري. نبدا نسيي كيفاش نهبطها على شكل دائري بهذا الشكل. فوالا باش تعرفوا كيفاش لابوش تاعنا راح تخرج، راح نجيب لكم لاغوليت باش نخرجها بجهه ثانيه. دونك لاغوليت راح تخرج لنا هذه الرسمه في من الخلف يعني في جهه الطيار. ونشوفوا اذا عجبتنا نقصوها، ما عجبتناش نزيدو نعاودو نكبروها، احسن من اللي نقصوها من بعد نعاودو نغسلو ما في الورق. يعني ما ننصحكمش انكم تبدلو مالكغي الورق يعني ماشي غالي كيما القماش. دونك انا نفضل اول حاجه نبدا نجرب في الورق قبل ما ندير على القماش. نبدا ننقل في الرسمة تاعي لجهة اللي من تحت ولا جهة اخرى، جاي كيما راكم تشوفو دايرة كامل بهاد الطريقة. يعني لاغولات دايما نستعملوها باش ننقلو الرشمة من مكان لمكان اخر، راح تخرجهم في الخطوة. دونك هذه هي الرشمة تاعي، هاي هنايا خرجت لي ابل هنايا، شوفو خلا صبعي هنايا. كنت شوفو هنايا هاي لاغولات، شتو كيفاش دايرت لي نقاط؟ وشوف اذا كان عجبني الشكل نخليه. انا تبان لي راهو جيب صغير، يعني هو غير واحد في الوسط باني صغير. واش راح ندير؟ نجي لهنايا هنايا ونزيد نعاود نكبر، نهبط شويه من هنايا سي كيفاش نكبر هكا كيما راكم تشوفوا. انا هبطت هنايا من هنايا باش نكبروا. يعني راح نعاود نقلبها باش راني من هنايا كنت هابطه غير شويه هنايا، جاني جيب بالي صغير راني جيت هنايا بديت نكبر فيه ونزيد نعاود ننحني هنايا وندور. فوالا نشوفو كيفاش عاد كبرتو. ها هو الرسمة الأولى اللي درتها هادي، راني عاد كبرتو حتى لهنايا. نفس الطريقة نعاود نرفد الفوق كيما راكم تشوفو هنايا، راهو كيف كيف ما تبدلش هنايا، برك هنا اللي راهو تبدل مولاش هنايا. راح نهبط هكا، راح نعاود من الأول نسيي نضغط مليح بلا غولات باش تجيب تهبط لي الشكل هذا في الأسفل. بهاد الطريقة نضغط عليها مليح ونعاود. ما تقولوش بلي راح يتقطع هاد الورق اصلا، يعني باش يتقطع بالسيف. المرة اللي انا في بداية ما شريتو كاع طاحت لي عليه واحد الاوساخ هكا ومسحتو بلانجات، مالغري مسحتو ما تقطع ما والو. يعني ما تخافوش اللي راح يتقطع، انا يعني شوية صعيب في التقطيع تاعو، نستعمل غير من واحد المقص يتقطع فاسيلمو بالمقص. بصح هكا ما تخافوش عليه زعما تقولوا لا غولات راح يتثقبو وراح يتقطع فاسيلمو، نو كاع ما تخافوش. هاد النوع تاع الورق او سوليد فوالا بهاد الطريقة
ننقل الرسم تاعي للجهة السفلى بطريقة نكمل كاع بلا غولات بطريقة نعاود نفتح نشوف دابا الشكل اللي صار ماشي شوفوا لاخوش تاعي دوكا كيفاش هي جاية دونك هابطة من هنا ماشية 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 وشوفوا منين تبدا لا غولات تاع الشتو راكم تشوفوا النقاط صغار هنايا نعم ليك فوالا هاي ماشية ها راكم تشوفوا فيه هكا هاد الشكل راه جاني مليح دونك واش راح ندير نعاود باغدون راكم على بالكم بلي انا نصور ديك الطابلات وكاع دونك شويه غير نتوشيها شويه هكا ولا طيح فوالا دونك نحكم كما قلت لكم مقص خاص بالورق انا راني نستعمل كما قلت لكم في ادوات خياطه هذا راهو قديم شويه مكسور نستعمل سبيسيال الورق دونك واش راح ندير نقص هاد القطعه تاعي هكا هنايا يحيولي عندي هذا باترون تاع جيب نبدا نقص حتى نوصل الكوانا نفوت شويه الكوانا باش نقدر ندور المقص تاعي نتاكد بلي موش داخل هنايا شويه حتى هو هنايا باش يخرج لي التناقض تاع الجانبين نحط نسوي كل الخدمة تاعي نبدا نعاود نقص من هاد الجهة بسم الله بالطريقة بالطريقة نقصهم في زوج نقص القطع تاعي أي الاثنية على اثنان بالطريقة فوالا دونك نحصل على القطعة المتناضلة تاعي هادي دونك هدا هو نحط لكم الكاميرا باش تشوفوها دونك هدا هو الباترون تاعي عفوا لابوش تاع الطابلة تاع الباترون لكن تاعي دونك هدا هو الباترون تاعي تاع لابوش هدا هو واش راح ندير الآن قبل ما نروح للقماش دونك هنايا راني قصيت الباترون تاعي ندير حسابي هنايا راهو بالزياده يعني يعني كراح نخيط شغل راح نخلي واحد 1 سنتيم تاع الخياطه راح يجي هنايا هكا الخياطه يعني هذا الباترون نفسه راح نقصو معاه القماش مش حنزود في داك القماش وهذه البلاصه من الفوق راح نبداو اول حاجه بثانيها نبداو بها هي وهذا الباترون راح نجيبو قطعه تاع كرتون قاسيه نقصوها كيفها يعني ب من نفضل انه باش ما يجينيش ديك لا لا القماش اللي راح نديره راح نزيد شويه قطعه يعني نزيد شويه نزود عليها تاع الخياطه هو اللي راح نخدم به عفوا على هذه المعلومه هو اللي راح نزود به باش يرجع لي من بعد نوري لكم كيفاش نخدموا بوش هايله وما تتفتحش دونك راح نجيب قطعه قماش صغيره من نشوف هكا بلاصه تاع في الحاشيه باقي هكا شت بهذا بنفس هذا الحجم هذا مع الزياده تاع الخياطه ونقصها كما هي نرجع لكم ان شاء الله دونك كما راكم تشوفوا اخواني اني جيت يعني شغل جهه تاع القماش باش ما نخسرش قماش جيت في الحاشيه شفت يعني بلاصه هنايا حتى تما هذه كما باو ماشي نرموها لي شيت هادو كاع نحطوهم في جهه باش من بعد نعاود نقول لكم واش نستغلوهم ان شاء الله حكمت الباترون تاعي بلي زيبان وحطيته على القماش دونك راح نقص بزياده بشويه هكا هنايا واحد 1 ولا 2 سنتيم هنايا بزياده سواء من الاعلى ولا من الاسفل دوك نقصها نوريها لكم كيفاش راح تكون دونك شوفوا القطعه تاعي كيفاش شدت لها بزياده القماش من هنايا واحد 1.5 سنتيم هكا دوك قبل ما ندير القطعه اللي قلت لكم تاع الكارطون راح نكفف هاد الجهه العلويه كيفاش راح ندير نكسر لكم هكا هكا باردون واش راح ندير كيفاش نكفها لابوش كيف كيف ديرانجي فوالا شو واش راح ندير بون نحي هادو مال لي زيبانك اللي راهم هنايا باش ما ديرانجونيش هنايا نحي هادو لي زيبانك اللي في الاعلى واش راح ندير بعد عليا هذا كاع الباترون هذا اللي راني ديراتو فوالا واش راح ندير كي يجي نكفها ساهل معاها نحكم برك هنايا القماش تاعي راح نردو هنا القماش تاعي راح نحكمو الحاشيه هنايا من الطرف نردو واحد نصف سنتيم
نعود ندير نصف سنتيم ثانية، نحكمهم بليزي باند، نروح لماكينة الخياطة نخيطهم، نخيط الكفة هذه الفوقانية قبل ما نعمل نريقل لابوش تاعي. هي هذه أول حاجة نديرها، تقدروا يعني هذه المرحلة ديروها، ديروا لها هنا لوبي كما بغيتوا، تقدروا ديروها هنا تزينوها باللوبي هذاك الروج اللي درته لكم، ولا ديروها هذه الكفة كما بغيتوا. أنا هنا فضلت أني نكففها ما نديرلهاش لوبي، يعني تقدروا علاش ديروا لها لوبي يعني باش لابوش تاعكم تولي تبان اللون تاعها، ولا الحاشية تاعها تولي مخالفة لون القماش باش تبان، باش يبان بلي بوش. يعني لازم لابوش تاعكم تكونوا ميزينها باي حاجه، ماشي تخلوها بنفس لون القماش، حتى يعني اللي يشوفها ما يحسبهاش كاع كاين جيب، وهو كاين كما راكم تشوفوا. هكا نطويها، نحكم بليزي بانجل باش ما نتاكد بلي راهي الخدمه تاعي مقله، لازم نفضل اني نحكم بليزي بانجل لكش ما كاين شي هوا ولا نخرجو. كما قلت لكم نوصيكم دائما سيو خياطه تكون فينيا، ماشي تروحوا تجرو تجرو الماشينه وكتاش نكمل ديك الحاجه وكتاش نخيطها. ماشي الفايده انك تخيط ديك الحاجه، مي الفايده انها تكون متقنه، حتى ودير فيها ان شاء الله 20 يوم ديك الحاجه البروجي تاعك، ما على باليش واش حد البروجي تاعك في الخياطه، بصح لازم يكون فيني متقن. ماشي الفايده اني وكتاش نكمل في الساعه في الساعه ليه ليه منا منا، الفايده انه خدمتي تكون متقنة، وانا كنشوف خدمتي تعجبني نكون راضية على نفسي، نحس بروحي صح بلي درت شي حاجة في الخياطة، ماشي راني ندير برك هذا ما كان. ونكمل بنفس الطريقة الكفة تاعي، نجيب اني بانجل ونحكم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا فيا. واصدقائي ديروا في بالكم الخياطه قد ما بغيتوها تبغيكم، قد ما حبيتوها تحبكم، سيو تعطوها وقتكم الكافي، سيو انكم يعني شغل سورتو اللي عنده هوايه ولا رغبه فيها راح يبدع فيها، قد ما عطيتوها من وقتكم وحبيتوها هي تاني راح تحبكم كيف كيف ماشيناتكم. فوالا بهذه الطريقه. درك انايا نسكر الكاميرا، درك انايا كما راكم تشوفوا هنايا حكمت، نهز الكاميرا باش تفهم عليا، انا حكمت كاع الجزء العلوي هنا بليزي بانجل، راح نفوتو على ماكينة الخياطة نخيطو في الحاشية بوغابوغ، ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش نريقلو لابوش تاعنا كاع كيما راها. دونك ها هو لابوش تاعي بعد ما خيط لها هنايا الكفة بوغابوغ، راه شكلها من الأمام. ولازم هاد لي بوش لازم لهم الحديد، شوفوا هنايا جاتني يعني الزهر، ماشي انا درتها مكتوبة ابل، جات من سوريا وكذا. دوك واش راح نجيب قطعة كرتون وراح نقصها على هاد لابوش ولا على هاد الباترون، لانه هاد الباترون تشوفوا على بالكم بلي راهو ناقص على هذا، دونك حيكون عندنا شوية زيادة في القماش باش نكملو الخدمة تاعنا. دوك نجيب قطعة كرتون نوريلكم كيفاش نقصوها على هذا، راح نستعملو هنا الكيتور ونرجع لكم ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا انا جبت قطعة كرتون، قطعتها من علبة كرتون قديمة، وها هو الباترون تاعي، نحط الباترون تاعي عليه هنايا في الحاشية باش ما نخصش الكرتونة كامل. تاني الكرتون لازم نستحفظو في كل شيء، نحط عليها ونرسم على الكرتونة، وكي نكمل نرسم نبدا نقص بيه شوية بشوية بشوية بالكيتور، نخرج له راسو نبدا نقص فيه بشوية بشوية، نحادر على يديا وعلى طابلة تاعي، سنجيب حاجة تحتي نقطع تحتها لا غاد، معليش هذيك اسمو هذيك الطابلة تاع الديكوباج هذيك اللي يستعملوها لي زارشيتاكت ولا المخيطين، ما عنديش انا هنا في الوقت هذي، كي تكون عندي تسهل عليا هاد العملية. دونك نقص الكرتونة تاعي ونرجع لكم ان شاء الله. دونك شوفوا كيفاش خرجت لي القطعه تاعي تاع الكربون هايله وباهيه ما شاء الله عليها. دوك واش راح ندير، راح نحط القطعه تاع القماش تاعي هادي نحددها مليح باش نكتل هاد الخياطه اللي راهي هنايا، ونعاود نجيب نحط القطعه تاع الكربون تاعي هكا شكل شادي، نحطو جوست هنا الراس يكون جوست هنايا، ونبدا نرجع في هادو هنايا نرجعهم هنايا ونحدد، هي من احسن كان كانت شويه زياده حتى لهنايا باش كي يتحدد يتفيكس تري تري بيان.
دوك نحددها ونرجع لكم ان شاء الله. دونك اصدقائي هاني هنا حددت القطعه تاعي هنايا. واش راح نجيب الان؟ راح نجيب قطعه الكرتون تاعي هذه ونحط القماش عليها هنا ونحطها على القماش بهالطريقه. نسي نحطها في الوسط هنايا، نبدا نرجع في هذا القماش هكا هنايا، غير نرجعو نحكم الحداده تاعي، نبدا نمشي فيه فوق ال ما حبش يطلع. نسي ما كيفاش يطلع لي، بس كل حدادة راهي سخونة بزاف، دونك مبداش نحكم بيديا. نسي كيفاش نرجعو باش نفكسيه على الكرتونة. نتوما لا من الأحسن لقيتو كرتونة شي ماشي خشينة كاع كيما هادي، تقدروا ديروها بهالطريقة تفكسوه كاع عليها. نعاود نسي نعدلها، ولا نقدروا كاع نديرو بالباترون الأول تاعنا ونحطيتو على هاداك، باسكو كيما قلتلكم هي مغاديش يتنحى ولا مغاديش يتقطع. باش تخرج لي الخدمة تاعي تخي تخي بيان راح نحط عليه. هي من الأحسن ديرو كرتونة، ما ديروش كيما أنا غير جاتني كرتونة خشينة، راني عاودت درت بهاد قطعة القماش. دونك نجو فوق ال فوق هداك القماشة هادي متعبانيش شوية، مبغاتش تتحدد اليوم. فوالا لازم تكون حدادة تاعكم بخارية. حرقتني سخانة تاع الحدادة، راح نرجع من الجهة الأخرى. نبدأ نفيكسي في القماش تاعي. على بالكم هاد القماش كي يسخن يولي يطلق واحد الريحة كاع مش مليحة، مقززة شوية. دونك راح نحكم هكا، نبدا ندور بهاد الطريقة حتى يتفيكسالي بهاد الطريقة. نقعد حاكمة حتى يتفيكسالي، هو نورمالمون راح يقعد لكم يعطيكم واحد الشكل. بما ان القماش تاعي تاع هي نورمالمون متهزوش كاع، حرقتني السخانة والله غير حرقتني. شو راح ندير؟ راح نفكسي هذه هكا، هي سما ديرو بالباترون تاعكم باش يخرج لكم هذا الشكل. راح نفكسي برك انا هذه الحاشية باش تفكسها تخي تخي بيان وتعطيني الشكل. ولازم لكم الحدادة تكون تاع بخار باش تخدم لكم بيان. انا القماش راه يزلق لي هنايا، ما فهمتش على واش. مي نورمال بهالطريقة تبداو ترجعو. بابا غادي حركة تبداو ترجعو بهالطريقة. نعاودك بدا يتفكسها شوية شوية، هي هكا ديرو شغل الحدادة تاعكم متهزوهاش باش يقعد يدور هكا. كي تروحو لمكينة الخياطة تخيطوه يقعد شاد الشكل تاعو. انا راح نضطر نهز باش نفوت لهاد الجهة هكا كيما راكم تشوفوني ندير. ندور لكم تاني باش تشوفو تفهمو عليا، متهزوش كاع الحدادة تاعكم، غير مشوها على القماش تاعكم بهالطريقة. وسيو كاع كلشي ترقدوه على القماش على بهالطريقة. شتو بهالطريقة تحددوها تخي تخي بيان. دوك نحي هاد الباترون تاعي نشوف واش خرج لي. انا باش ما يتحليش ما يدليش حتى ديكالاج راح نسرح نحط لي زيبانغ نحكمو، من بعد نعاود نديرو فوق ماكينات الخياطة. ندخل باش تشوفوا عليا بيان، شوفوا عطاني هذاك الشكل. هاوليك هذاك الشكل اللي نحوس عليه تاع باش نخيطو. راح ندخل هذه هكا شويه هنايا، نحكمها بإيني بانجل، ندور عليه كاع نحكمو بليزي بانجل باش ندخلش تديكا هكا. هنا نطفي الحدادة تاعي باسكو باغدون هنا كي طفيتها طفيت معاها الضو تاني. فوالا باسكو نبداو نشيا في غالونج وحده. بسم الله نبدا نحكم هادو ما بليزي بانجل. هي اذا كان عندكم بصمه كرتون شويه يكون ركيك راح تخرج لكم احسن من هكا. انا الكرتون تاعي خشين والورقه تاعي ماشي لي كرتون، يعني خرجت لي مي ابل ماشي كيما كنت باغيه. يعني هنايا هذيك الطيات اللي دارتهم لي الحداده هما في بلاصه الكرونطاج هما اللي ساعدوها باش تدور. هادو هناك شغل دات لي واحد الطيات هما اللي في بلاصه الكرونطاج، دونك راح تدور لي فاسيلمون. راني نحكم بلي زيبانك ولا نسي باش ما نحكمش القماش راني تاع التحداد اللي راهو من تحت. فوالا نحكمو كاع، ندور عليه بلي زيبانك باش ما باش كي نروح لمكينة الخياطة نعرف واش راني نخدم. ما نروحش نخدم هكا برك وكيما جات تجي وكاع. نو ندور هكا، نسي نحافظ على كاع دوك الطيات اللي دارتهم لي الحدادة باش يدور فاسيلمون. تما نحط
لي زيبان كنحكم جوست في هذوك الطيات اللي درتهم ديال الحداده اللي كيما قلت لكم هما في بلاصه الكرونطاج، لانه الشكل داير لازم له يكون فيه كرونطاج باش يخرج لنا. وكاين كيما هذا الشكل اللي راني درتو اليوم، شغل كيديروا لي زون بياسمون، كان دي زون بياسمون يجوا بهذه الطريقه انكم تجيبوا باترون تحددوه عليه وكا، يعني كيما قلت لكم كنديروا لونسومبل دو كويزين بزاف حوايج. من بعد راح نطلقوا ان شاء الله، راح نلقاو روحنا رانا ديجا طلقنا في لونسومبل دو كويزين. هو ساهل يعني ما ممكن نديرو فيه شي حاجه، ماشي كيما يروح فيك كتان تاع حاجه غاليه ومنا. ويعني لونسومبل دو كويزين راح يكون لينا المطبخ تاعنا، ونورمال كي نغلطو فيه شي حاجه ولا يعني راح تكون منا والينا عادي جدا. اذا غلطتوا ماشي تقولوا خلاص سي بون ما نحبس الخياطه ولا ما خرجت لكمش ديك الحاجه وتكرهوا منها، بالعكس قعدوا وراها حتى تطلع، راح تطلع ان شاء الله. ما تفقدوش برك الامل، قاعدين ما نعرفوش. وانا اول خطره كي بديت نتعلم الخياطه البرا ما نعرفش نركبها في الخيط، لا عفوا الخيط ما نعرفش نركبه في البرا، ما باليش كاع كيفاش تمشي الماشينه تاعي. دونك كنحط على ماكينه الخياطه، نحطها احنا ولا قبل ما نحط على ماكينة الخياطة نحطو فوق الطابلية تاعي، نحدد الوسط تاعي. شوفوا كيفاه جاتني، شوفوا كيفاه حافظ لي على داك الشكل اللي راني نحوس عليه هكا. بو انا نقدر نخيطو هكا كامل ونعاود نفيكسي على ماكينة الخياطة، لان راح ندير لوك شغل بندانة هكا بالدونتيل. بصح نتوما ما حبيتوش ديروا له دونتيل، بغيتو ديروا له يعني كشغل زينو حنايا بالبلوبي ولا شي حاجة، يعني ما لازمش تخيطوه زوج خياطات، ولا تقدروا تخيطوه خياطة الاولى غير باش تفكسو هذا، والزوجة ديروها كشغل بوغابو ولا يعني شغل المسافة بين الخياطتين راح تكون متساوية كي تمشي هكا هنايا، ماشي هنايا متباعد تلقاو متباعدين بعدين تلاصقو بعدين متباعدين. كيما قلت لكم لازمكم لا فينيسيو في الخدمة تاعكم. دوك نخيطها قبل ما بلاصيتها في الطابلية، نرجع لكم ان شاء الله. بون الان بالنسبه لوضع لابوش اللي هي هذه على القماش، دونك كي نحطها هكا راهو من نفس اللون ما تجينيش مليحه وتجيني يعني كشغل كيف كيف نفس القماش ما تبانش. بون واش راح ندير انا هنا، مولت ابي مراغي صغيره تاعت النصف هي مش باينه تبقى المرصاص، وزدت مولت هنايا راكم تشوفوا هي مره صغيره تبقى المرصاص تاع الوسط، وزدت هبطت هنا شويه هي مره هاي كحله هنايا وهنايا، وهنا تاني لابوش موتها باش كي نحطها نحط نقابل هنا الفوق مع هادي، وهادي التحتانيه مع هادي. نوري لكم ان شاء الله كيفاش راح ندير لها التزيين باش تبان بلي راهي كاين لابوش ماشي بنفس القماش. بون كيما راكم تشوفوا الان انا حطيت لابوش تاعي فوق القماش، شديتها بليزباك باش ما تحركليش. بصح لي شوفها هكا كيما تكون فيها حتى ما راب لي بوش تبلوش بلي بوش، مالغري راني مخيطه بخيط مخالف هو الاحمر. انا فضلت اني نستعمل هذا الدونتيل اللي هو هذا يجي بهذا الشكل. بو هنا في ثمن وسط وغالي شويه عندنا يدير 20000، 20000 راح واش راح ندير، راح نستعمله هنايا وراح نستغل الفرصه ندير نوري لكم نوع من انواع لي بلي كيفاش راح نركبه هنايا. دونك نفيكسي لا كام تاعي هنايا، بسم الله اسمحوا لي على هاد الديكالاج لانه كيما على بالكم الناس هاد الطابلات ولا بوش تاعها تتحرك، ولا نهز شويه الكاميرا باش نجبد القماش تاعي هنايا. بسم الله شوفوا كيفاش راح ندير، ها هي لابوش تاعي، يعني راح شغل اني راح نبدا منها. كيفاش راح ندير باش ما يبانليش الراس تاع هنايا، باش نغطي هاد الراس هذا راح نرجعو دورة ودورتين هنايا. الا حبيتو خيطوه من الاحسن يعني تخيطوه بخيط احمر، وانا راح نوري لكم برك ابل من بعد راح نخيطو في الماكينه باش ما يقعدليش خارج. شفتوا هاد الترشيفه اللي زايده كاع هي اللي تخلوها خارجه منها، دونك هاد الجهه راح نركبها منها. هادي اللي راهي مسويه كشغل هكا جاي الشكل شغل، شوفوا كيفاش داير هو. هادي اللي جايه مشرشفه بزاف يعني نخليها خارجه على برا. واش حندير نحكم الكوانه تاعي هادي اللي هنا نحطو هكا فوقها بحيث انه الخياطه برضو مش يبان. نحطو هنايا هنايا في هادي، نحطو هنايا هكا بحيث انه الخياطه تجي هكا هنايا جوست في الحاشيه، وباش يدور لي هنايا باش يدور لي
يعني كي نجي نجبدو هذا ماشي شكل داير، واش راح ندير باش يدور لي؟ لازم ندير هكا دي بلي صغار برضو هكا، هاني هكا لازم ندير دي بلي، ندير هكا شغل بلية صغيرة هو يدور لي. نمشي 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 نكمل دي بلي وندور دي بلي وندور. دوك نخيط هذه في الاولى، نخيطها هنايا باش تجيني مسقمة، نعاود نوريلكم كيفاش ندير دي بلي. دونك شوفوا معايا كيفاش راح نبلاصيه بعد ما خيطته كما قلت لكم هنايا درت هذه الكفه. راح نجي هنايا جوست مع هنا مع الفوق، تقدروا تطلعوها هكا شويه خارج عليها كما بغيتوا. بون معليش نديرها شويه خارج، نحطها جوست معاها يكون احسن هنايا. ونجيب لي زيبانغل، بون نقدم لي زيبانغل حدايا هنايا، ونحكم بلي زيبانغل هنايا. لازم نحكم بلي زيبانغل في الاول، باش انا نفضل انه كي نجي نخدم بلي بلي ندير لي زيبانغل. دونك هاكا شتو هنايا واش راح ندير باش تجيني دور لي؟ ندير هكا عطفه صغيره ولا بلية صغيره، نسي انها ما تكونش رفدت لي القماش، ولا نحكم هذيك الكفه تاعي ولا العطفه اني بانغل بهذه الطريقه. نزيد مش هذا باش يساعدو باش يدور لي، لانه هو ماشي مخدوم على اساس انه يدور. نحط وحده فوق وحده، نسي نخرج الهواء حيتجيني بزاف متحوفه هكا بهذه الطريقه. وشوفوا مام الجيب جا متحوف، جا صغيور، و يعني تقدر تحط فيه المراكور طابل تاعها، تقدر تحط فيه شي حاجه و ماشي كبير ويرفد لها شي صوالح كما راكم تشوفوا. عفوا نطلع لكم هكا كما راكم تشوفوا، يعني اشاك فوا نجي ندور ندير بليه صغيره هكا هنايا، ندور نحكم بيدي نجبد اني بانك، نسيي الخدمه تاعي ما يكونش دخلني فيها الهواء، ولا نحكم هذيك الكفه تاعي لي بانك باش نتاكد بلي راهي مخدومه بيان. ندورها كاع توتو على بنفس الطريقه، نكمل حتى نوصل للتالي. في التالي كي يبقى لي شويه هنايا قبل ما نفيكسيه، نروح ندير له كفه في الماكينه، نخيطه هو الاول باش من بعد نعاود نحكم بلي بانك هنايا ونفوت عليه الخياطه. دوك نكمل البلاصاج هذا ونعاود نوري لكم النتيجه النهائيه باذن الله، وان شاء الله تعجبكم. دونك شوفوا اصدقائي هنايا كي راني وصلت لافان، راني وصلت لافان بعد ما فيكسيتو كاع ودرت. شوفوا شكله كيفاش خرج بالديبلي هنا قبل ما نخيط، هنا كي وصلت لافان واش راح ندير؟ ندير قياسي شحال راح تجيني الكفه مثلا، نقصو هنايا الكفه هذيك راح تجي قد متاح الكفه اللي راح تجيني، نقصو هنايا ونروح نكففها قبل ما نبلاصيه. دوك نروح نكففها ونبلاصي هذه باش تخرج لنا النتيجه ان شاء الله. شوفوا اخواني اخواتي الطابليه اللي ديت عليها الباترون كيفاش راهي، كيفاش اللي ديت عليها الباترون كيفاش هي دايره، ونشوفوا النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها في الطابليه تاعنا اللي ان شاء الله تعجبكم. دونك شوفوا الطابليه تاعنا كيفاش خرجت، خرجت تحفه وسهله جدا جدا جدا، تقدر اي وحده مبتدئه تعملها. شوفوا هذيك العفسه اللي درناها في لابوش من هنا، يعني بينت بلي هذه هي لابوش، يعني ماشي اللون تاعها كيما الاخر كيما القماش الاخر، وها هي من اللون. دونك هاك الضبطه اللي درناها، بون نحي كاع الشابو هذا، هاي اللي كالضبطه تاعي من اللون من تاع الفوق ومن الاسفل. هاي شوفوا ما درتهاش الطبلية تاعي توصل كاع لهنايا، درتها غير هنا والدور كما راكم تشوفوا، هنايا والدور ها هي. حبيتو ديروها كاع الدور، راح نوريلكم ان شاء الله فيديوهات مقبله ان شاء الله كيفاش نديروها كاع الدور. شوفوا الخدمه تاعنا، ونوصيكم ونعاود كي تكملوا الخدمه تاعكم لازم كاع تفينوها اي خيوط خارجه، اي شي حاجه ماشي مريقله ريقلوها، لازم الخدمه تاعكم تكون فينيه باش نتوما تاني تكونوا راضيين على رواحكم. ماشي المهم انكم تكملوا في ساعه في ساعه في ساعه وكتش طلع هذيك البروجي تاعي كاع، المهم اني نخدم خدمه مريقله ويقولوا كان نقعد معاها شحال ان شاء الله ما يهمش. كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى اني اكون افدتكم ولو بالقليل. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له بيك 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 لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك، ما تنساوش تشغلوا جرس الاشعارات اللي هو موجود اسفل الشاشه لتصلكم فيديوهاتي اولا باول، وتاني شاركوا بارطاجيو هذا الفيديو، ديروا له شير مع كاع اصدقائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعم الفائده ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله، الى اللقاء.